السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نرسم سلم من ستير. هقوله ستير باي سكتش وابدأ اشوف السلم بتاعي من ليفل كام لليفل كام. هخليه مثلا من ليفل 1 لحد الروف وهبدأ ارسم. اقوله مثلا هرسم اول جزء كده ماشي نو سنجل ماشي خط اول، وبعد كده هقوله انا عايز ارسم قوس. هاجي هنا اقوله انا عايز ارسم من هنا بحيث ان هو يبقى زي سلم دائري دي هنا، وهكمل بعد كده بالخط دوت اهو تمام. هو في حته كده عايز تتعدل، فهاجي هنا اقول له ايه ظبط لي السلم يبقى بالشكل دوت تمام. طيب تعالى نشوفه كده بال 3D. طيب لما جيت اعمل عليه سيلكت من البشره دي لان هو ميكانيكال، لما اقول له architecture هيجي، او ممكن تروح اعمل عليه select اي معنى اهوت واقول له ايه انا عايز اشوف بس الجزء ده. طيب خلينا برضو نحاول نعدل فيه بعض الحاجات. اجي هنا واعلم على السلم اقول له edit sketch تمام. الخط دوت بدل ما هو دائري لا خليه خط مستقيم تمام. طيب هقول له انا عايز باوندري، واقول له انا عايز الخط دوت من هنا لهنا لهنا لهنا، وممكن اقول له انا موافق من غير ما اظبط الحاجات ديت، هو هيظبطها مع نفسه تمام. فتعالى نشوف الحاجات دي في السلم دوت في 3D هيبقى عامل ازاي. تمام. طيب انا شايف ان هو كويس، بس ممكن تكون انت عايز تعدل اي تعديله. خلينا نقول له كنترول تاب تاب، هو هيصل له بقى كويس كل حاجه. هقول له اديت سكتش، تقدر بقى تلغي مثلا خط من هنا لو انت عايز تقللهم، وتقدر ترسم خطوط، تقدر ترسم درجة تانية لو انت عايز تزود لاين مثلا من هنا لهنا لو انت عايز مثلا. يعني خلينا مثلا نلغي الخطين دول وتقول له مثلا انا عايز ارسم مثلا من الخط ده من هنا لهنا، سوري من الرايزر، تقول له مثلا عايز ارسم الخط دوت دي الخط اللي هنا، وعايز ارسم برضه درجة من هنا لهنا. خلينا نمسحها رايزر. أقول له موافق، تعال نشوف السلم. جميل جدا إن أنت كل ما ترسم حاجة جديدة تشوفها كده في 3D تأكد إن شغلك مظبوط.